لكم وللجميع صابون كبريتي. الكبريت, الكبريت انا خابر اسود, هذا اصفر. هو صابون كبريت عند العطار. الله, ما هي فوائده يا شيخ العنزي؟ فوائده طال عمرك يشيل الحساسيه. ايوه, يشيل الحكه. ايوه, يعني شيء طيب, يعني في فائده وسعره رخيص مو غالي, نص دينار. يسوي استخدمه طيب, يسوي تلميع, يسوي سنفره, ينقي ينقي الجلد. هل يفتح مسامات؟ ايه زين. إيه يودر الدوخه على قولة ال. طيب طيب, زين حق الشعر, حق كل شيء. حساسيه هو بالمرتب, لان انت لو تقلبه سيد مكتوب ضد الحساسيه وضد, يعني شيء طيب. والله زين, بسالك مكتوبه فوائده. لماذا سمي الصابون صابون؟ ما صا صا ما استاذ سال ابو بدر كان صابون. ها صا مون يعني صابني, يعني يصيب الانسان. سيد لو تقولوا ما شاء الله فوائده موجوده, بس اهم فائده بالصابون قول شنو هي؟ الاولياء الله الصالحين الصوفيه وغيرهم يقولون عنه شنو هي؟ انت راح تنظف الظاهر, لكن الباطن شلون تنظفه؟ تنظفه؟ ايه الباطن؟ ايوه, انك تعيش لله طبعا, بذكر الله والصلاه على حبيبه سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. خل اللسان ما زال لسانك رطبا بذكر الله. لا تهتمون بالمظاهر, كان الله يحمد خالص سيد علي الرفاعي يقول المظاهر قتلتنا. أكيد. فأنت إن شاء الله عاهدني إنه يكون صابونك خارجي وداخلي وأنا معه. قول آمين. آمين. قار اسمه؟ صابون كبريت. كبريت وغار هذاك الغار هذا الرقي.